رحب فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج السلام يا كويت عبر شاشة تلفزيون الكوت. نلتقي معاكم اليوم في أولى الفقرات، نتكلم عن موضوع تربوي، ومثل ما نقول دائما تركيزنا على المواضيع التربوية اللي تهم الطلبة وتهم الأسر. لهذه المواضيع من أهمية كبيرة في تأسيس الأبناء التأسيس الصحيح. راح نتكلم في هذه الفقرة عن البرامج الإثرائية التعليمية، نفصل فيها أكثر في كثير من الأسئلة مع ضيفتنا في هذه الفقرة الأستاذة حليمة عيد العازمي، معلمة وباحثة تربوية مناهج وطرق تدريس. مساء الله بالخير. يا هلا والله، يعطيك العافية أستاذة حليمة. الله يعافيك أستاذة حليمة. خلينا بداية ناخذ المقصود بالبرامج الإثرائية والتعليمية، شو المقصود فيهم؟ البرامج الإثرائية هي عبارة عن مجموعة من المعارف، وأيضا هي عبارة عن مجموعة من الخبرات والمواقف التعليمية تقدم للمتعلمين، وتمتاز هؤلاء المتعلمين في قدراتهم العالية، فبالتالي يكونوا محتاجين مهارة علمية أكثر بالجانب إلى المحتوى العادي للمناهج الدراسية. نعم، إذا نتكلم عن الإثراء، يعني أنت راح تثرينا في مادة معينة ولا على مستوى جميع المواد؟ على جميع المواد. أهم ما يمتاز في البرامج الإثرائية أن تكون هناك ربط ما بين المجالات التعليمية المتعددة والمتنوعة. لما أطرح أي موقف تعليمي أو أني أطرح أي موضوع تعليمي في هذا المحتوى الإثرائي يربط الأفكار للمجال التعليمي ككل. نعم، لكن مثل هالبرامج عملية ولا فكرية، يعني تلقاها الطالب ويحطها بباله ولا عملية يعني يشتغل عليها؟ هي عبارة عن معارف، ولكن تمتاز هذه المعارف بالتجريب. هالبرامج هذه تقدم بالمعرفة وأيضا تجريب، فبالتالي حرية الطالب أو المتعلم في أنه يختار حلول أو يختار هذه الأفكار، وتساعد على طرح أفكار متعددة في هذا الموضوع ضمن هذا المحتوى. نعم، لكن أعتقد أن مثل هالبرامج يعني تعتمد بالكثير على التقنيات الإلكترونية، شنو تفسرين هالشيء؟ بالضبط، تعتمد التقنيات التربوية أو التقنيات الإلكترونية، ولكن كتوظيف أن أنا أوظف التقانة التربوية أو التقانة التعليمية، وتكون أحد طرق ووسائل يستخدمها المتعلم أثناء التجريب أو أثناء التطلع أو أثناء المعرفة أو البحث عن هذه المعرفة، فلا بد أن يستخدم التقنية لمواكبة الاتجاهات الحديثة المعاصرة. لكن يمكن التقنية تبقى نقول شيء فكري وشيء في كتابة وفي تلقي قراءة. إيه نعم، ما يكون في مهارات يدوية أو مهارات ثانية، عدل؟ هو يستخدمها، يوظف هذه التقانة ويستخدم هذه الإلكترونيات في البحث عن المعرفة أو أنه في التجريب حتى يصل إلى نقطة معينة كحل مشكلة أو تفكير الناقد أو إبداء رأي وغيرها. هي تعتبر كوسيلة تعليمية. نعم، في البرامج الإثرائية. وأيضا بما أن الاتجاهات الحديثة المعاصرة تعتمد على التقنية الإنتاجية، فالمتعلم في البرامج الإثرائية يحاول في طرح الأفكار المتعددة أو الأفكار الجديدة أن ينتج أيضا معرفة وينتج أيضا تقنية. حلو، بحيث يعني يكون يعني المتعلم تعطونا أفق أكثر بعد، نعطي أفق بحيث أن يحول هذه الفكرة إلى ناتج ملموس. يعني إذا نأخذ المواد مثلا، شنو أكثر مادة ممكن يستفيد منها الطالب من خلال هالبرامج التعليمية هذه؟ هي لا تحدد في مجال معين أو لا تحدد في مادة معينة، إنما هي مجموعة من المعارف في جميع المجالات توظفها هذه البرامج جميع الإثرائية. المواد التعليمية تقصدين؟ يعني المحتوى البرنامج الإثرائي لا يخص مادة أو مجال تعليمي. هي عبارة عن مجموعة من المجالات تنظم في هذا المحتوى. يعني مثلا عندي برنامج إثرائي قد أنا أوظف فيه معلومات عن مادة العلوم أو معلومات في مادة الرياضيات. حلو، وغير. فبالتالي على المتعلم أنه يوظف جميع المعارف في هذه المجالات المتعددة ويربط ما بينها، بحيث أنه يصل في مرحلة من مراحل المنهجية العلمية بحيث أنه ينتج. ممتاز، خلينا نأخذ تقرير ونرجع إن شاء الله نكمل حوارنا معك. خلينا نشوف التقرير ونرجع معكم.
تعد البرامج الإثرائية التعليمية أبرز نتائج التطور الحديث الذي حققه الميدان التعليمي والتربوي نظريا وعمليا، وإذا كان مسماها يدل على الإغناء والإثراء، فإن هذا الإثراء لا يستهدف فقط المخزون النظري والفكري والعلمي للمتعلم، وإنما يثري أيضا تجاربه وخبراته العلمية والعملية عبر أنشطة هادفة غير معدودة في بيئات تعليمية أعدت خصيصا لها. يصبح الطالب معها صاحب مخزون نظري وعلمي فعال يوفر الجو الخصب كي تترعرع مواهب الطلبة واتجاهاتهم وميولهم إلى الاستكشاف والاختراع. فالموهوبون في البرامج الإثرائية هم الذين يجربون وينفذون، وهم الذين ينشطون ويتعرفون على ميادين العلوم المختلفة ولا سيما العلوم التطبيقية التجريبية، وتاليا يحاولون تلمس السبيل السليم إلى الإبداع والاختراع، وذلك كله تحت رعاية معلمين ومدربين مختصين يقتصر دورهم على الإدارة والدعم والمساندة. رجعنا معاكم مشاهدينا بعد ما شفنا هذا التقرير. الأستاذة حليمة، ليش تركز هالبرامج على نظرية مثل التفاعل التعليمي وأيضا نظرية التغذية الراجعة؟ يقصد بالتفاعل التعليمي أن يعطى للمتعلم المحور الأساسي في العملية التعليمية، أن يكون هو البؤرة الأساسية. المحور الأساسي شنو تقصدين؟ رأس القلم الأقوى اللي يأخذ منه يعني؟ أنه هو له الدور الفعال في العملية التعليمية. الحين الاتجاهات الحديثة أو بالآونة الأخيرة أن المعلم فقط أنه يكون هو له الدور المرشد أو الموجه، صحيح. والعملية التعليمية أو المواقف التعليمية يقوم فيها المتعلم لغرض أنه يكسب الخبرة، وبالتالي هو اللي يطبق من نفسه. وهذا طبعا يرجع إلى التغذية الراجعة، أن يستطيع المتعلم أن يقوم نفسه أثناء الخبرة التعليمية. نعم، والراجعة هي التغذية على نفس الطريق؟ اي نعم، التغذية الراجعة تكون تغذية بناءة أكثر، أن أثناء عمل المتعلم في البرنامج الإثرائي يستطيع أن يقوم نفسه بنائي في كل مرحلة أو في كل خطوة، يستطيع أن يراجع نفسه أيضا من ضمن توجيه وترشيد من المتعلم. ممتاز، لكن إذا ناخذ أهم الاتجاهات التربوية المعاصرة اللي يستند عليها مثل هذه البرامج الإثرائية. الاتجاهات الحديثة المعاصرة تعتمد على مبادئ التعليم. مبدأ التعليم هو أن ينظر إلى التربية على أنها استثمار. زين. بما أنها استثمار فلا بد أن تفوق عندي المخرجات على المدخلات. وهذا طبعا يسبب التقنية أو التقدم العلمي، وبالتالي يسبب التقدم الاقتصادي، وهذا رؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، أن يكون هناك إنتاجية لكل متعلم في العملية التعليمية. فلما أنا أبني هالشيء هذا عند المتعلم، هذا الرؤية الكويت مركز مالي واقتصادي يعني 2030 إن شاء الله، بالتالي لابد أن المتعلم يكون له دور في الإنتاج من خلال استثمار الطاقات البشرية عند المتعلمين، وأيضا تعويدهم على المنهجية العلمية في طريقة البحث، فبالتالي يكون عندي أنا تقدم هائل في مجال العلمي. يعني في هالحالة أعتقد أنه يمكن أكبر التركيز يكون على المواد العلمية والرياضيات. العلمية والرياضيات وأيضا إلى المواد الأخرى لما يطرح لي. لكن الثقل أقول يعني الثقل ممكن يكون على هالمواد العلمية. بالنسبة للتقدم العلمي وأيضا يحتاج إلى منهجية علمية. ففي البرامج الإثراء يكون هناك التعويد للمتعلم كيف يبحث، وبالتالي يصل إلى حل المشكلات والتفكير الناقد والتفكير الإبداعي، مما يساعد على التقنية الإنتاجية أو أيضا الإنتاج في أي مجال كان. نعم. أيضا بالنسبة حق اللي أي نقطة تقصدين اللي تستند عليها البرامج؟ الاتجاهات الحديثة المعاصرة أيضا في إعداد المعلم. نعم. الاتجاهات الحديثة المعاصرة يكون دور المعلم فقط من دور الموجه أو الدور المرشد. شنو ممكن يكون للمعلم من خلال هالبرامج؟ المعلم له بعد نصيب منها ولا بس حق الطالب؟ لا، لابد أن يتدرب على كيفية تقديم هذه البرامج للمتعلم، لأنه يعتمد على الجانب الوجداني أكثر، يعتمد على التشجيع للدافعية والإنجاز وغيره، وأيضا كيف يمكن أن يطبق هذه البرامج مع المتعلم في المواقف التعليمية، بحيث أنه يعطي فرصة للمتعلم
هو الذي يقدم المعلومة أو أنه يكتشف المعرفة أو أنه يقوم بالخبرة نفسها ويجرب التطبيق. يأخذ حق المعلم من هالدورات. يعني إحنا يمكن نتكلم عن بعض المناهج، يمكن حتى المنهج الأخير للكفايات ما كان ذاك الوقت اللي خذاه المعلم الكافي بحيث أنه يطبق المنهج بشكل صحيح. هل من خلال هذه البرامج اللي نتكلم عنها يأخذ المعلم حقه الكامل والوافي بحيث أنه لما يدش مع الطالب يكون فعلا فاهم شلون يعطي المعلومة بالشكل الصحيح ويكون في نتيجة إيجابية؟ طبعا هذا المفروض أن التنقية أو اختيارنا للمعلم طبعا وفق أساسيات معينة أن يدخل فيها دورات كيف يمكن أن يطبق هذه البرامج بحيث أنه يستطيع أن يحقق الهدف المراد من هذه البرنامج. فبالتالي لازم يكون هو ملم شنو أهمية هذه البرامج وكيف يمكن أن يعدها وكيف يمكن أن يطبقها مع المتعلم، وأيضا لابد يكون له الدراية الكاملة في أنماط المتعلمين وخصائص المتعلمين وكيفية إعطاء الفرصة لهذا المتعلم فإنه يراعي ميوله واتجاهاته وغيره. يمكن هذا السؤال بعد يأخذني لشيء مرتبط فيه، يعني هل تطلب هذه البرامج مناهج محددة، يعني إذا نقصد حق الطالب، وطرق تدريس معينة حق المعلم؟ بالضبط، تحتاج إلى محتوى تعليمي يساعد على إثراء المتعلم من حيث أنه يضاعف مهارته، يضاعف مهارته من حيث أنه يساعد على حل المشكلات، قد تكون أيضا حل المشكلات بطريقة إبداعية، وأيضا تساعد على أن يكون هناك أو يعطي الفرصة للتفكير الناقد، وأيضا عندنا تنمية التفكير أو مستويات التفكير العليا. هذا كله يتطلب إلى محتوى معرفي تجريبي يوظف المنهجية العلمية، وهذا طبعا ما نحتاجه في مواجهة العالمية أو مواجهة المستقبل. إذا ناخذ أستاذة حليمة، يعني السبب الأهم وراء ظهور مثل هذه البرامج، أكيد يعني ما في شيء يطلع إلا في أسباب معينة دعت أن هالشيء هذا يتواجد، مثل هالبرامج شو اللي خلاها تتواجد؟ شنو السبب وراء ظهورها في الفترة الحالية؟ احنا متعلمين في المدارس او في التعليم بشكل عام عندنا قدرات للمتعلمين فائقة جدا، وهذا تحتاج الى رعاية هذه القدرات، لان هذا يعتبرون متميزين عن باقي اقرانهم، فيحتاجون الى برامج تختلف عن البرامج المحتوى او المنهج العادي، تثري هذه القدرات، وايضا تعمل على مضاعفه مهاراتهم، وبالتالي احنا هالحاله هذه قاعد ننمي عندهم لمواجهه المستقبل او اعدادهم اعداد الشخصيه المتكامله، بحيث يكون عندنا احنا افراد ومتعلمين قادرين على الانتاج وبالتالي يفيد المجتمع. انا وكاني فهمت شغله منك الحين، فعشان اتاكد اكثر منها، يعني مثل هالبرامج تعطى لطلبه محددين يتم اختيارهم حسب عقلياتهم وذكائهم ولا لجموع الطلبة؟ لا أكيد تختار بهذا المحتوى أو هذه البرامج الإثرائية تقدم للمتعلمين الذين يمتازون بمستوى التفكير متميزين وأيضا عندهم القدرة وقدرات عالية. فهذا بدل ما احنا عارفين المنهج المدرسي ما تكون ذيك الاريحيه ان احنا ننمي من مواهب او ننمي من قدرات، هو تلقي كثر ما يكون، يعني يكون متلقي ويكون في هناك حد للحريه صح للمعلم وايضا للمتعلم، ولكن في البرنامج الاثرائي تكون هناك فرصه كبيره جدا للمتعلم انه يتحمل المسؤوليه وايضا تساعد اكثر واكثر في طرح الافكار، وايضا أي فكرة خيالية راح يلاقيها واقع ملموس، أي فكرة إن كان قادر على أنها تكون واقع وأيضا تكون منتج ملموس في النهاية من خلال المحتوى نفسه. نعم، هالبرامج يعني أثبتت فعاليتها بالحقل التعليمي عندنا؟ أثبتت فعاليتها لأن تلامس أو تراعي الميول والاتجاهات عند المتعلم. فلما أنا قستوا النتائج أنتم؟ قستوا نتائجها يعني مثل هالبرامج؟ إي نعم، في مواهب كثيرة، في إنتاجية كثيرة، في أفكار كثيرة وأيضا جديدة، أيضا في حياتهم لما يتعلمون في البرامج الإثرائية نلاحظ أنه يطبقونها أيضا في حياتهم، مثل أي مشكلة في البيئة أو أي مشكلة في الحياة تساعد البرامج الإثرائية في إعداد المتعلمين لمواجهة مثل هذه المشاكل من خلال أيضا مثل ما نركز على المنهجية العلمية. يمكن تخصص مثل هذه البرامج للطلبة المتميزين مثل ما قلتي، نعم، المتفوقين اللي عندهم شوي فكر عالي، زين، المحتاجين هذا من ضمن حاجات دراسيا اللي هو محتاج ان ننهض فيه ونشيله،
هذا وين وين من هالبرامج؟ المتعثر يحتاج إلى برامج أخرى لأنه لم يصل إلى القدرات المتفوق. المتفوق يكون عنده أوردي موجود عنده قدرات، ولكن يحتاج من يراعيها، من يوفر حاجاته، بالتالي هذا كله يرجع عائد أكبر وأكبر. طبعا في التطورات أو المواكبة العصر والاتجاهات الحديثة في تنمية الميول والاكتشاف والاختراع، هذا يعتبر كأنه مفتاح مثل هذول المتعلمين، فيدخلون في باب الاكتشاف باب الاختراع وغيره. ما تفكرون أن أنتوا تسوون برامج نقول نهوض المتعثرين دراسيا شوي نشيلهم يعني لابد يعني بس يكون عندهم برنامج اخر يعني برنامج في برامج لهم مخصصه يعني هو لابد يكون في رعايه المتعثرين لا لابد فيه ولا في موجود في رعايه موجود. متعثرين ولكن ما تعتبر برنامج يعني بجانب المحتوى المدرسي كفقط ان اجتهادات في المدرسه او اجتهادات من قبل الوزاره ان تلزم مثلا الراعي مثلا في مثلا ما في خطه يعني نقول مقصود فيها هال لا خطه فيها. كبرنامج مثل برامج الاثراء تقدم المتفوقين ما في لا ما في ولا في فكرة على الأقل لجدام أنه يكون فيه الفترة احنا نأمل إن شاء الله بإذن الله أنه يكون فيه يستاهلون بعد حرام يعني أكيد نتركهم يبي لهم لا احنا ما نتركهم في التربية احنا ما نتركهم احنا قاعد نحط خطط لرعاية المتعثرين دراسيا ولكن ما تعتبر برنامج أو محتوى قائم ذاته مثل ما يقدم حق الطلبة المتفوقين أعتقد لما يكون برنامج وخطة متكاملة راح تنهض بكثير من الطلبة لأنه راح تشوف الخلل وين طبعاً ممكن تنهض مستواهم التعليمي أكثر. طبعاً هو البرنامج يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى جهد من المتعلم. نعم. لما أنا أعطي محتوى أكبر من قدرات المتعلم ما راح تفيده. صحيح. فالمتعلم المتميز المتفوق يكون له أرد عند القدرة. ولكن يحتاج من يتبناها. أما المتعثر فيكون لابد أن يكون في هناك معالجة الخلل الموجود عند المتعثر إلى أن يقوى يصل إلى مرحلة فبالتالي يستطيع أن يتقبل أي برنامج إثرائي. مكثف أو مضاعفة مهارة نعم. لأن الغرض من برنامج إثرائي هو مضاعفة مهارة عند ذوي القدرات العالية في الطلبة المتعلمين الفائقين إن شاء الله نشوف الفترة الجاية خطة متكاملة للمتعثرين دراسيا الأمل كبيرة شوي تنطفيهم يعني بمستواهم عندنا فاصل ونرجع إن شاء الله نكمل حوارنا مع أستاذ حليمة فاصل وراجعين خلوكم معنا أهلا معكم مشاهدينا نستكمل حوارنا في هذه الفقرة مع ضيفتنا الأستاذة حليمة العازمي أستاذة حليمة يعني مثل هالبرامج ترتكز على النظرية الحديثة المتعلم هو محور العملية التعليمية وين دور المعلم في هذه الحالة؟ المتعلم هو محور العملية التعليمية نقصد فيه أول في البداية أنه هو الذي قائم في التجربة نعم. هو الذي يبحث عن المعرفة من خلال الموضوعات المطروحة في المنهج أو المحتوى الإثرائي لما أطرح أي موضوع في المنهج الإثرائي يعتمد اعتماد كلي على المتعلم فبالتالي على حسب الموضوع قد أنه مثلا يبحث عن المعرفة أو أنه يبحث عن التقنية المناسبة أو أنه أيضا يطرح كثير لحلول لأي مشكلة قد تطرح في هذا المحتوى فبالتالي العملية الفعالة كلها يقوم عليها المتعلم نعم التركيز كله علينا التركيز على المتعلم أما المعلم دوره فقط كموجه كمرشد كمفوض إنه فقط إذا كموصل بعد لهالمعلومة والموهبة يعني. أنا أطرح الموضوع المعلم هو يطرح الموضوع أو يطرح الفكرة أو يطرح المشكلة ولكن المراحل المتبعة بعد ذلك من حيث اتباع المنهجية العلمية من حيث طرح الأفكار الجديدة أو طرح الأفكار المختلفة المتنوعة وأيضا طرح الحلول إذا كان في مشكلات واقعية أو غيرها كلها في اختيار المتعلم بنفسه أيضا الحلول يتحملها المتعلم شلون يتحقق أستاذة حليمة هالإثراء اللي احنا قاعد نتكلم عنه بما أنها برامج إثرائية شلون يتحقق هالإثراء في نفس المتعلم نفسه البرامج الإثرائية هي تلبي حاجة عند المتعلمين تكون عنده أفكار كثيرة تكون عنده أفكار في خياله كثيرة فلما يجد هذه الأفكار تتحول إلى واقع ومن اختياره ويتحمل المسؤولية نلاحظ المتعة في التعليم أثناء البرامج الإثرائية وأيضا التشويق ونلاحظ أن المتعلمين يبرزون مواهبهم بشكل كبير
تزداد عندنا الدافعية، وأيضا يزداد عندنا الإنجاز عند المتعلم. إحنا لبينا حاجات موجودة أو يحتاجها المتعلم في هذه البرامج. وايد شفنا مبدعين، يعني حتى في البرنامج استضفت كثير من المبدعين طلبة الثانوية، يعني طالب الثانوي تلاقينا ثاني ثانوي أو يعني صف تاسع عاشر، تلاقينا هو بنفسه يعني سوى له شيء اختراع صغير بالبيت إنه يتحكم بالإضاءة وهو بتلفونه مثلا. طبعا هذا إبداع صراحة فعلا، يعني الشخص في هالعمر لما يسويها مو شيء عادي. معك حي، والكثير والكثير من الأفكار الإبداعية اللي شفناها والتمسناها عند المتعلمين، هي الفرق إن أعطيناه الفرصة فإنه يعبر عن أفكاره في شيء إنتاجي، هو يكون متشفق إنه يرى هذه الأفكار موجودة. أما في المناهج العادية إحنا لاحظنا ما زال في حدودية، عندنا منهج معين أو محتوى معين، التزام معين، فهذا كله تعالجه عند البرامج الإثرائية. نعم أستاذ حليمة، شنو الخصائص والصفات اللي تطلبها مثل هذه البرامج من المعلم والمتعلم عشان تؤدي غرضها الصحيح المطلوب، اللي ما انحطت هالبرامج إلا عشان توصل لنتيجة إيجابية؟ أهم الخصائص اللي مفروض تكون موجودة بالطالب وبالمعلم. البرامج الإثرائية هذه تحتاج من معلم معد إعداد شامل من حيث أنه يتعامل مع التعليم كفن. نعم. وأيضا أنه يحتاج الاطلاع على التقنيات التربوية، أيضا يكون عنده المعرفة الشاملة عن أهداف هذا البرنامج كيف يمكن تطبيقه، وأيضا يراعي من خلاله تنمية قدرات المتعلمين وأعطاهم الفرصة في المواقف التعليمية الموجودة في البرامج الإثرائية. بينما المتعلم من أهم ما يمتاز المتعلم أن تكون عنده القدرات وتكون عنده الاستعداد والدافعية للإنجاز، ويتقبل البرنامج الإثرائي يعني في حال من التشويق. نعم، وين دور الأسرة هنا يعني بالنسبة للطالب نفسه أو المتعلم في غرس مثل هالبرامج أو مساعدته بنجاحه من خلال هالبرامج؟ طبعا أولياء الأمور لهم دور الكبير في البرامج الإثرائية. احنا نلتمس في التواصل، في معرفة مستوى أبنائهم في البرامج الإثرائية، وأيضا نحتاج إلى تشجيع من أولياء الأمور لأبنائهم ما يطمسون أي فكرة كانت، والتشجيع يتواصلون مع المعلم وأيضا يتواصلون مع أبنائهم في ما تم إنجازه أو طموحه دافعيته. لازم يكون الأولياء الأمور الدراية الكاملة بمشاعر المتعلمين في هذه البرامج أو عند تقديم البرامج الإثرائية. يعني أعتقد أن دور أولياء الأمور والأسر دور كبير جدا، بما أن الطالب يحتاج دائما إلى راحة نفسية، يحتاج إلى تحفيز في قدرات أبنائهم، حتى يعني لما بيسوي شغلة مثلا بالبيت إذا ما يدعمونه ويرتبون له حتى يعني يسهلون له المواد اللي يبيها بالضبط. علشان يخلص الشغلة أعتقد أنه بيحبطونه بالمرة. المتعلم يحتاج من ولي الأمر الثقة، أن تعطى الثقة الكاملة لقدرات المتعلم، وبالتالي حتى لما يطبقها في البرامج الإثرائية يكون بحب، لأن أولياء الأمور يفخرون في ينتظرون مثلا نتيجة الواقع هذا، فكل هذا تعود بالنفع للمتعلم في التشجيع. نعم. وغيره. إذا يقول له يبا بسوي الشغل الفلاني قال يا معود أنت إيش عرفك، بس لا تحرق البيت علينا. أي هذا؟ هذا يكسر فيه بالمرة. طبعا. شلون راح تصير مخرجات التعليم في المدارس مع الاهتمام بهذه البرامج ومع الاهتمام بالطلبة المميزين؟ شو راح تكون مخرجاتنا بالتعليم في المدارس؟ احنا عارفين اهم ملامح التطورات المعاصرة في وقتنا الحاضر التغير الهائل في المعرفة والتغير الهائل في المجالات متعددة في حياتنا اليومية. نعم. بالإضافة إلى الاكتشاف والاختراع والتقنية الإنتاجية وغيرها، فلما أنا أوفر بيئة متكاملة للمتعلم في هذه البرامج الإثرائية ويتم إعداده لمواجهة مثل هذه التطورات، طبعا هذا شيء كبير، فيساعد أفراد المجتمع أيضا على الإنتاج وتعويدهم. أبسط الأمور أن يكون في إطلاق طاقات بشرية وإمكانات تساعد المستقبل أو يكون له قادر على مواجهة المستقبل أو العالمية. نعم. إعداد حتى أن يكون له دور. بالأخير أنت أعددت مواطن وبالأخير أعددت فرد يكون له دور في مجتمعه وأيضا يكون له دور في العالمية. صحيح. شنو مستقبل مثل هذه البرامج الإثرائية، وهل هذه البرامج تحمل صفة التطوير المستمر ولا إلى الآن نفس البرامج موجودة أستاذة حليمة؟ البرامج الإثرائية تعتمد على المنهجية العلمية
في حل المشكلات أو الالتماس المباشر في الواقع، وأيضا النظرة للمستقبل. فلما يكون أنا عندي أفراد أو متعلمين لهم القدرة الكبيرة في الإنتاج، ولهم القدرة الكبيرة على الموهبة، ولهم القدرة الكبيرة على الابتكار والاختراع، هذا ما تحتاجه المجتمعات بشكل عام. في الحالة هذه أنا هنا وظفت المتعلم كمستثمر يعود النفع للمجتمع وغيره. نعم، لكن بشكل عام احنا مو واقفين على برامج معينة، يعني في تطوير مستمر لها من فترة لفترة. أكيد طبعا تتطور هذه البرامج تبع للتطورات العالمية أو المعاصرة، نواكب هذا التطور. نعم، خصوصا الحين في هالفترة هذه محتاجين إلى التقدم العلمي. التقدم العلمي ما راح يكبر أو يزداد في أي مجتمع إلا لما ننظر حق المحتوى أو ننظر للمناهج. فلما أنا أجعل هذه المناهج والمحتوى الموجود في هذه المناهج مواكب لهذا التطور، إن راح يكون عندي التقدم العلمي المحتاجينه. نعم، أعتقد أستاذ حليمة عندك دراسة بهالخصوص، عدل؟ بالضبط. شنو محتوى الدراسة إذا تعطينا؟ إعداد برامج. خلصت هي ولا بعد؟ لا إن شاء الله في الإعداد الحين. في الإعداد. إيه نعم، فعلى النهاية. طبعا رسالتي او بحثي للدكتوراه اعداد برامج اثرائيه للطلبه الموهوبين. نعم، لتنميه حل المشكلات ابداعيا والخيال العلمي والتفكير العلمي. عندك شيء نقول من فكرك، شيء بالك انت حطيتي حسيتي انه ممكن يطور اكثر من خلال هذا البحث، ولا اعتمدتي على اشياء ودراسات؟ أنا اعتمدت في برنامجي اللي راح أعده بإذن الله أن أعتمد في كيفية جعل المتعلمين قادرين على حل المشكلات ولكن بطريقة إبداعية. نعم، ما تكون حل المشكلات بالمستوى العادي، أنه يبدع في حل لهذه المشكلة، وأيضا تنمية التفكير العلمي. نعم، جميل أن أنت التفكير العلمي والخيال العلمي. خيال العلمي، خيال العلمي، لأن من الخيال فكرة الخيال. نعم، انه يحول هذه الفكره الموجوده في خياله الى واقع. جميل ان انت يعني تفتك من مشكله وايضا تفتك بطريقه ابداعيه. هذا شيء حلو يعني. في برامج وتقنيات موجوده داعمه للبرامج الاثرائيه تساعدها من ناحيه تقنيه؟ من ناحيه تقنيه او في برامج اخرى يعني؟ هو البرنامج الاثرائي بحد ذاته يجمع بين كثير من البرامج. البرنامج مثلا ينمي الموهبة، البرنامج ينمي طريقة التفكير الناقد، برامج تنمي التفكير الإبداعي والحل المشكلات أيضا، هذه كلها تنظم في محتوى واحد اللي هو البرنامج الإثرائي المقدم. نعم، شلون تشوفين واقع البرامج الإثرائية في ميادين التعليمية، وهل في مقترحات عندك لتطوير هذا الواقع أستاذة حليمة؟ لتطوير الواقع لابد من مواكبة الاتجاهات المعاصرة أو التطورات العالمية المعاصرة. فتحتاج البرامج الإثرائية، هي قاعدة تقدم المطلوب للمتعلمين، ولكن هذا لا يمنع في أي تقدم كان أن نواكب هذا التقدم. تشوفين أن مناهجنا التعليمية مواكبة لهالبرامج اللي فيها تطوير كبير لعقلية الطالب، ولا نحتاج إلى تطوير هالمناهج بشكل أكبر وأفضل من اللي موجود؟ تقصد المناهج العادية؟ المناهج العادية طبعا في صدد في التغيير أو مواكبة التطور أو غيره. لا، ولكن مهما كانت المناهج العادية ما راح يصير مبدع إذا بس على البرامج الإثرائية ما راح يصير مثل مبدع. مثل ما ذكرت أنها مناهج تشيل يعني قوية معه. المناهج قوية ولكن فيها حدودية، حد من الحرية. نعم، الالتزام المعلم مثلا في توزيعة المنهج وغيره، وأيضا المتعلم ملتزم في قواعد معينة وغيره مهما كانت طرق التدريس مختلفة. نعم، ولكن عشان أنا أنمي قدرات موجودة عند المتعلمين فهذا يحتاج إلى برامج بجانب البرنامج أو المنهج العادي. نعم، هل تشوفين في اهتمام اليوم بالبرامج الإثرائية من قبل الوزارة؟ في مراكز تهتم في البرامج الإثرائية للطلبة المتفوقين المتميزين، قلنا لهدف تنمية قدراتهم بحيث أن يكون عندي أنا عدد من الاكتشافات أو عدد من الاختراعات، وتساعد طبعا هذا فتح باب كبير لمواكبة العالم. الطلبة المتميزين والمتفوقين، نقصد أنه في نسب معينة يتم اختيار الطلبة على موجبها ولا؟ هي ما تعتمد على نسب معينة، ولكن الخصائص المتعلم الحب مثلا للتجريب،
وأيضا مثلا حبه للمعرفة، نلاحظ أنه عنده موهوب في جانب معين أو أنه متفوق في جانب معين، مثلا يمكن متفوق في مادة العلوم لكن غير متفوق مثلا في مادة التربية الإسلامية وغيرها. بشكل عام مقياس، يعني مقياس للمعلمين نفسهم، المعلمين وأيضا لعمل الطالب نفسه أو المتعلم ما يقدمه للمواقف التعليمية. فهني في المواقف هذه يبين المتعلم، خصائص المتعلم، تفكير المتعلم، قدرة المتعلم، فالحالة هذا احنا ننمي هذه القدرات. نعم، سعدنا معاك في هذا اللقاء، يمكن أكثر من نص ساعة ما شاء الله يعني فاتت بسرعة معاك أستاذة حليمة. إذا في كلمة أخيرة حابة تقولينها في نهاية هذا اللقاء. كل الشكر لك، ولكن أحب أقول أن الآمال كبيرة وثقتنا في أبناء الكويت في التطوير أو مواكبة ما هو مطور أو معاصر إن شاء الله بإذن الله تكون كبيرة بإذن الله. كل الشكر لك وقناة الكوت لاهتمامها مثل هذه البرامج. سالم باركة، وإحنا مثل ما قلنا دائما نهتم بالمواضيع التربوية فعلا، لأنها أعتقد أنها عصب الحياة بالنسبة للطالب، فلا والطالب هم المجالات المهمة، هم هذيل يعني ثروة المستقبل. طلبتنا اليوم هم اللي بكرة بيدشون في سوق العمل، هم اللي بيمسكون الوظائف، هم المستقبل يعني. فنحب دائما فعلا نركز على مثل هذه المواضيع، وانت ويعطيكم ألف عافية على جهودكم اللي قاعد تقدمونها من خلال هذه البرامج ومن خلال عملكم كمعلمين في وزارة التربية. كل الشكر للأستاذ حليمة. شكرا لك. مشاهدينا انتهت هذه الفقرة، عندنا الفقرة الثانية ولكن بعد الفاصل، خليكم معنا.